القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل. ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل، فسألت ألطفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل. ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل، فسألت ألطفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل. فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل، فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامهم لم يبقى لي. فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل، فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامهم لم يبقني. فرأيت جبريلا هناك مخاطبا، يا قوم هذا الأمر من رب العلي، أبواب هذا الخلد آلاف وما يلج ابن آدم دون تصريح الوالي. رأيت جبريلا هناك مخاطبا، يا قوم هذا الأمر من رب العلي، أبواب هذا الخلد آلاف وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت يا جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل، فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا ولي. يا جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل، فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. وذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل. بعرضها عن موئلي.